وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأملاك المنهوبة المهربة إلى الخارج، فهي آلية أثبتت نجاعتها. أقول وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، فهي آلية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول، وتعتبر بمثابة ممارسات مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد، وهي لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين أي الشركات الأجنبية المتورطة في عملية الرشوة والتي استفادت هي الأخرى من هذه الأموال المهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد. أعيد التأكيد بأن استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين، وإنما الأشخاص المعنويين أي المؤسسين.